يريدوا يفرضوا على 26 مليون فرض بقوة السلاح التجربة الإيرانية. طبعا الشعب اليمني رفضها، والآن يقاتلهم زيدي وشافعي. لا نتقاتل مذهبيا، نتقاتل على الاتجاه السياسي. هذا ما قاله الرئيس هادي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. فيما رد الآخر أن تركيا ستعمل على تضميد جروح اليمنيين وستقف على الضد من إرهاب اليمن وهد أمنها واستقرارها. المؤتمر الصحفي جاء بعد ساعات من وصول الرئيس هادي العاصمة التركية أنقرة برفقة وزير الخارجية عبد الملك المخلافي وعدد من وزراء الحكومة بهدف حشد الدعم السياسي وإعادة إعمار اليمن. لعلها الزيارة الأولى منذ تولي الرئيس هادي مقاليد السلطة في فبراير من العام 2012، وهي حدث اعتبر ذا أهمية استثنائية حضر معه الحنين إلى حقبة تاريخية تلخصت في توافر تاريخ مشترك بين تركيا واليمن. جولة إقليمية بدأها الرئيس هادي من الرياض عقب مكوثه في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، بغية تنسيق المواقف الدبلوماسية والسياسية بين اليمن والبلدان المعروفة بمواقفها الداعمة للشرعية. وفقا لوكالة الأناضول، فإن الملف السياسي اليمني والأزمة المتصاعدة منذ أكثر من 10 أشهر وتفعيل اتفاقية التعاون في المجال الصحي ومعالجة جرح الحرب والمجال التنموي وإعادة الرحلات الجوية بين البلدين إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد هي أهم أجندة الزيارة المطروحة على جدول مباحثات الرئيس هادي مع الجانب التركي. تتزامن هذه الزيارة مع إرسال الحكومة التركية سفينة مساعدات إغاثية لليمن تحوي 6 أطنان من المواد الإغاثية. السياق الإقليمي والدولي للزيارة ضاعف من أهميتها السياسية في ظل تنامي الدور التركي في مواجهة الثورات المضادة في المنطقة العربية وتحجيم النفوذ الإيراني. الحكومة الشرعية ومن وراءها التحالف العربي يبحثان في هذا التوقيت تشكيل جبهة إقليمية في مواجهة الأطماع الإيرانية وقطع اليد المغيلة في هد جدار الأمن القومي للمنطقة. يلتمس الرئيس هادي طريق دعم عند الأتراك واقتصادهم الصاعد بقوة، فبلاده تواجه أزمة اقتصادية واضطرابات أتعبت قوها، ناهيك عن تدخلات إقليمية أوغلت في تقسيم نسيجها الاجتماعي.